ليس هناك 84,000 تم توظيفهم الآن بشكل إضافي مثل ما يتصور الأخوان. السؤال كان خلال السنوات الخمس الماضية كم توظف وهو في البحرين؟ كم توظف وهو دخل البحرين؟ بتركها للجهات المختصة يذكرون تحت مسمى فيزة الزيارة كم نوع من الأنواع اللي خلال الخمس سنوات الماضية دخلوا إلى البحرين ثم انقلبت رخصتهم إلى ليس مرتبطة بالظواهر السلبية اللي حصلت مؤخرا بالنسبة إلى بعض الجنسيات اللي هذه متروكة لأن هناك ضوابط عديدة سوف تتحدث عنها الجهات المختصة. فقط السؤال الجواب جاء إجمالي من ضمن قوة العمل الموجودة في البحرين. يعني لما نتكلم عن 470,000 عامل أجنبي هو من ضمنهم مو خارج عليهم أو إضافة لهم. هيئة تنظيم سوق العمل لما تبي تعطي ترخيص عمل تعطي ترخيص سواء كان هذا الشخص موجود في البحرين أو موجود خارج البحرين. في كثير من الشركات يستدعون المرشح يقابلونه في البحرين أو أنه يكون جاي من شركة أخرى في البحرين. ففي عدد من الناس وفي عدد من الحالات سوف نبينها بالتفصيل في لجنة التحقيق كيف دخل هؤلاء ومن هم وما هي شرائحهم. لكن هم عموما مو مثل ما نتصور أن هذول اللي في الشوارع الآن تم ضمهم مؤخرا. هذول نسبة من إجمالي الأجانب المتوظفين خلال خمس سنوات الماضية تم منحهم تأشيرة عمل وهم موجودين في البحرين.